اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ارعب واغرب قناه شفت في حياتي. وهذا الفيديو غادي يكون شويه حساس حيت فيه شي حوايج ماشي هما هذوك. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من المشاهد اللي كيخرجوا على غفله ولا من الدم مثلا اولا من الصوت المجهد، انا كنحضرك من دابا صافي. قناه تيتوريال هي واحد القناه قديمه بزاف اللي تدارت هذه 9 سنين، ولكن واخا قديمه هذا الشيء ما منعاش من انكم تستكشفوها وتطلبوا مني ندير لكم فيديو عليها. حيت هذه الفكره هذه جات من عندكم نتوما، فشكرا لكم حيت كتشاركوا في المحتوى اللي كيتعرض في القناه الجميله. أنا تيتوريال فيها 63 فيديو، وفاش كندخلوا ليهم كنلقاو واحد الشخص كيهضر وكيشرح شي أشياء معينة في الحياة. في البداية فاش بقيت متبع الفيديوهات واحد بواحد كان كيشرح داكشي بسيط، بحال مثلا كيفاش قاد الغطاء ديال السرير ديالك مثلا إلى آخره. ولكن مع كتزيد تشوف الفيديوهات أكثر، مع كيوليو أكثر غرابة ورعبا، وكتعرف باللي هذه ماشي قناة عادية كاع وما عمرها غادي تكون. فيديو مشوق بزاف وفيه ما يتقال وأيضا فيه ما يتشاف، حيت الحوايج اللي غادي وصل ليهم هاد الدري في الاخر راه ما تتصورش، فداكشي علاش خاصك تكملوا معايا حتى الاخر. كما قلت لكم الان كان كيدير فيديوهات تعليميه على شي حوايج تافهين في الحياه، ولكن مع الوقت هاد الفيديوهات كيوليو مظلمين اكثر واكثر. في الاول بدا بفيديوهات عاديه بحال مثلا كيفاش تقطع شي ورقه ولا كيفاش تعمر الرمله في الكرتونه هادي. Hey guys, this is a new tutorial. You get two sticks of wood and a piece of paper. We're gonna learn how to fill up a tiny trash can with dirt. Pour into the bucket just enough. Move the watch and you take a little trash can. You fill in the garbage bin with the extra you gotta put it on the X. Dirt. And when that's done, you gotta separate the wood. Oops. كيف كتشوف فيديو غريب بزاف وما مفهومش كاع، واصلا ما عنده حتى شي فائده، يعني شنو غيستافد بنادم من هذا الشيء هذا؟ ولكن ماشي مشكل حيت لحد الان ما كاينش شي حاجه خطيره ولا مضره. ولكن في واحد الحلقه غادي نسمعوا دقان مجهد في الباب ديالو. واحد الحاجه بغيتك تعرفها واللي هي في 2012 و2013 يوتيوب كان مازال جديد ومازال ما فيهش الكذوب ولا الناس مثلا كيزيفوا المحتوى ديالهم. فداكشي علاش هادشي اللي كتشوف في هاد الفيديوهات واللي غادي تشوف من بعد في هاد الفيديو هذا وداكشي اللي غادي نوريك راه كلشي بصح. وهاد الشخص هذا فعلا كان شي حاجه في حياته اللي ما مفهوماش وكان كيشارك داكشي مع الناس. مورا هاد الفيديو هذا غادي يلوح فيديو اخر فين غادي يكون مخشي في الخزانه ديالو وكيعاني باش انه يخرج منها، بحال ماشي هو اللي دخل تماك لراسو وانما شي حد شدو وحبسو تماك. وفي الفيديوهات الجايين هنا فين بصح غادي نلاحظوا بلي الان بدا كيبان عليه بلي ماشي شي شخص طبيعي وانما يقدر يكون مريض نفساني والصحه العقليه ديالو ماشي هي هذيك. حيت موراها بوستا فيديو اخر فين شد واحد الفرفاره وغلفها كامله بتقاشر وخلاها كدور، ومن بعد بدا كيضربها بواحد العصيه ومشى كيوري للناس كيفاش يتخبعوا من تحت الناموسيه ديالهم. Use boxes or hide yourself. Use to protect your body. مورا غادي يلوح واحد الفيديو غريب بزاف وما مفهومش كاع، ولكن في الاخر عاد غادي نفهموا شنو كيقصد به. في هذا الفيديو كان كيوري الناس كيفاش يهزوا الكرسي ديالهم الى طاح اليوم في الارض. عارف داك الشيء غريب وما عنده حتى شي فائده في هذه الحياه هذه، ولكن ثق بيا كيف ما قلت قبيلات في الاخر غادي نعرفوا علاش دار هكا وغادي يبقى فيك الحال شي شويه. First thing you need is just to lift. If you can't get the chair to come up, you just leave it on the ground. وهكا غادي نحماق حتى انا عزيزي المشاهد فاش كنلقاك كتفرج وعجبك الحال ومازال ما دايرش لايك. سو هادشي كامل اللي كنتي كتشوف واخا غريب ولكن مازال عادي، اش من عادي زعما ما فيهش شي خطوره فهمتي. ولكن من هنا للفوق عاد غادي يبدا الرعب ديال بصح. فواحد الفيديو كان كيشرح فيه كيفاش تركب كليماتيزور وكان جرح راسو بالغلط، ولكن المشكله هنايا انه ما حسش بالجرحه كاع وما دار ليها والو، خلى الدم كيسيل بحال ما مجروحش كاع. وماشي كانت شي جريحه صغيره بحال هكا ما بايناش، لا كان جرحة كبيرة ونيت الدم بدا كيخرج من يده بزاف وهو ما دار حتى شي رياكسيون. موراها الحالة الصحية ديالو فغيمون غادي تبدا تدهور لدرجة انه غادي يبدا يهرس الشقة ديالو كاملة. So,
وكيف ما كنت قلت لي قبيلات انه هذا الشيء كان قديم بزاف في 2012 في الوقيته اللي اليوتيوبرز ما كانش عندهم الفلوس يديروا شي حاجه بحال هكا يعني باش تهرس الشقه ديالك مثلا في هذه الوقيته سهله مثلا غدير على قبل المشاهدات من بعد غادي تجيب فلوس اكثر باش تولي تصلحها من بعد اما في ديك الوقيته لا يوتيوب ما كانش كيخلص اصلا سو هذا الشيء اللي كتشوف قدامك راه حقيقي وبالصح مورا الان غادي يبدا يخرج لبرا ويبدا يدير الشروحات ديالو في الزنقه. Hello, thanks for coming to YouTube. Today, I'm going to do a YouTube tutorial. YouTube tutorial is a kind of a video that teaches you how to do something you want to. What do you want to do? Today's. من بعد غادي نكتشفوا انه باش خرج اصلا من الزنقه جراو عليه الناس اللي كان ساكن معاهم في الدار واللي من بعد غادي نقول لكم شكون الناس اللي كان ساكن معاهم هو في الدار واللي كانوا كيدقوا عليه في ذاك الفيديو الاولاني اللي كنت وريتك. فمن بعد هادشي هذا وان بعد ما خرج للزنقه وبدا كيدير شروحات تماك وداكشي غريب غادي يتم الاختطاف ديالو. حيت كنلاحظوا باللي المكان اللي فيه الان دابا هي واحد الشاحنه وديك الشاحنه جالسه كتحرك وغير من الرياكسيون ديال الان باينه ماشي طلع لتماك بخاطر وإن ماشي حد شدو وخطفو دارو تماك. وحاجة أخرى كنلاحظوها واللي هي أنه آلان كان عامر بالدم يعني ديك الجرحة اللي في يديه ما داوهاش وزاد جرح في رجليه. هاد الناس اللي خطفوه داوه واحد الغرفة معزولة وقالوا له أنه يبقى يدير الفيديوهات ديالو هنايا مقابل فلوس. ولكن هاد الفيديوهات ديال آلان ما كانوش عاديين بحال الأول، لا ولاو فيديوهات اللي كيضروه وخطيرين عليه، بحال مثلا يشرب مواد كيميائية اللي كاينين في دوك الربعة ديال الكيسان اللي قدامو. Looks like water. That was a good cup. It tastes good. Second cup I'm going to dip into is sort of a white cream. It looks like it's a kind of a milk. وبقى على هاد الحالة لعدة أيام والغرفة ديالو كتولي مقززة ومقرفة أكثر وأكثر حتى أخيرا غادي يقدر يهرب منها من خلال واحد التقبة كاينة في الحيط وهذا النيت غادي يكون هو آخر فيديو غادي يتحط في ديك القناة. شنو بلان هاد القناة هادي ديال الان تيتوريال؟ كيف ما قلت لكم قبل القناة قديمة بزاف ديجا خارجين عليها بزاف ديال النظريات وشنو يقدر يكون كيعني هادشي هذا. اول نظرية بعدا واللي هي شكون الناس اللي كان ساكن معاهم الان. في واحد الفيديو كنلاحظوا بلي الان كان فوق السطح وشاف واحد المرأة جاية ودخل للدار وهنا تخلع ورجع في حالته كيدخل كيجري. من بعد غادي نلاحظوا في البيت ديالو بلي كاينين بزاف ديال المعدات ديال البناء اللي باينة ماشي ديالو وبما انه ما عندوش والديه فالاحتمال الوحيد اللي كاين ان هذيك البنت كانت هي صاحبة خوه وهو كان ساكن مع خوه في ديك الدار. وفاش كان الان خرج للزنقة وبغى يرجع يدخل للدار لقى الباب مسدود ديال بيته وصافي من تماك ما ولا رجع للدار ونيت خوه هو اللي كان كيدق عليه في البيت في ذاك الفيديو الاولاني اللي كنت وريتكم. اوكي هاد البارتي سالينا منها دابا غندوزو البارتي ديال ذاك الكرسي الزرق اللي كنت قلت لكم في الاول. فذاك الكرسي الزرق كان كيمثل الام ديال الان اللي ماتت وفي الفيديو هذا كتبان فيه الهستيريا اللي طرات ليه فاش لقى ميتة قدامه على الارض. واكثر حاجه كتبت هادشي هذا واللي هو فاش كان كيهز الكرسي كان كيبكي وما كانش كيقدر يولي يهزو مره اخرى. وثاني حاجه كتبت هادشي هذا واللي هو الوصف ديال الفيديو اللي كيقول بلي الا لقيتي الكرسي ديالك في الارض ها كيفاش تهزو غادي تهز كاع الاجزاء من ديك الحاجه المهرسه والغير العادله. سو من خلال الفيديو والوصف كيبان بلي الان كان كيعاني من شي تروما طرات له في الماضي ديالو وشي واحد من الناس اللي كانوا كيتفرجوا في الفيديوهات ديال الان لاحظ هادشي هذا ولاحظوا بلي راه مريض ولاحظوا ايضا بلي راه ماشي في الدار ديالو ومشى خطفو وبدا كيعذبو وهادشي اللي كيشرح علاش كان في ديك الشاحنه قبيلات. مورا هذاك الشخص المجهول داه لواحد الغرفه مهجوره وبدا كيجبرو انه يدير فيديوهات تماك ولكن بشكل اللي خطير اكثر وكيعذبو. الخوت كاين بزاف ما يتقال على هذه القناه هذه وبزاف ما يتحلل حيت كاينين شي فيديوهات راه ما يمكنش صاحبي فريمون ما مفهوميش ولكن هادشي ما غاديش يكفي غير في هذا الفيديو التعريفي البسيط حيت اول مره غادي نهضر على القناه هذه. فاذا بغيتوني نتعمق فيها اكثر قولوا لي في التعليقات راني كنقراهم كاملين وكندير لكم قلب. اصلا الفكره ديال الفيديو هذا جاي
الكريم التعليقات ديالكم. وهذا الفيديو هذا كان خاصني نلوحو البارح ولكن ما لحقتوش، كتعويض لكم. غدا غادي يكون فيديو اخر مع الخمسه، وايضا حتى بعد غدا غادي يكون فيديو مع الخمسه، يعني 3 ايام متابعين، فمحتاج الدعم ديالكم بزاف هذه الوقيته. وايضا الى وصلتي حتى لهنايا وسمعتي هذه الهضره هذه، كتب ثلاثه الفيديوهات مثلا، وهنا غادي نعرفك انك كملتي الفيديو. عموما هادشي اللي كان عندي اليوم، الى عجبك الفيديو هذا سير شوف الفيديو اللي فات اللي درت على هذا الغليظ هذا والخدعه اللي دار لينا كاملين، انا متاكد غادي يعجبك او يكون كيبان قدام كتابه، سير برك عليه. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.